السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل فترة نشرنا فيديو يتكلم به عن موضوع DIC اللي هو قلنا عنه أنه DIC مختصر لديجيتال إيمج كورليشن، واللي هي طريقة من طرق القياس اللي ممكن أنه تستخدمها حتى تقيس الديسبليسمنت وتقيس السترين لجسم معين يتعرض إلى إجهادات معينة من غير أن تضع أي سنسر بصورة مباشرة على هذا الجسم، وبالنتيجة راح تحصل على كمية كبيرة من الديتا و من غير ما تستعمل سنسرز كثيرة، ما تحتاج سنسرز كثيرة. طيب، من وقت اللي سوينا به هذا الفيديو ولحد الآن صارت كثير من النقاشات مع أشخاص قسم منهم موجودين داخل العراق، اتكلموا وأبدوا رغبتهم عن استعمال DIC في بحوثهم، وهذا في شيء حقيقة مفرح. لذلك من خلال فيديو اليوم حبيت أنه أناقش وياكم شلون ممكن أنه نستعمل طريقة DIC، ما هي الموارد، ما هي الريسورسز اللي أنا ممكن أنه أستعملها وممكن وأحتاجها حتى أقوم بهذه العملية. فالحقيقة هي الريسورسز تنقسم إلى جزئين رئيسيين، الجزء الأول هو السوفتوير والجزء الثاني هو الهاردوير. السوفتوير هو مو محور كلامنا لهذا اليوم، إن شاء الله راح يكون عندنا فيديو لاحق قريبا يتكلم عن هذا الموضوع. أما الهاردوير فهو موضوعنا لهذا اليوم، وبخصوص كلتاهما السوفتوير والهاردوير أنا راح أتكلم من خلال تجربتي الشخصية شنو الأمور اللي أنا استخدمتها، وراح أعطيكم نصائح بناء على تجربتي اللي خضتها خلال فترة سنة أو سنتين تقريبا الماضية اللي كنت أستعمل بها هذا الموضوع. فخلينا نبلش على بركة الله. بما أنه إحنا دا نتكلم عن إيميج، قلنا هي Digital Image Correlation، فبما أنه إحنا نتكلم عن Digital Images نحتاج نأخذها، فبالتأكيد نحتاج كاميرا حتى نأخذ هذه الصور. الكاميرا اللي تستخدم، هل تستطيع أن تستخدم أي كاميرا كانت؟ الجواب لا، أنت تحتاج إلى كاميرات بمواصفات عالية نسبيا. وضع خطين تحت كلمة نسبيا. عادة الناس اللي تستخدم هذا الموضوع، الناس البروفيشنال اللي تستخدم طريقة DIC يستخدمون في شيء يسموه Industrial Cameras، كاميرات صناعية، لأنه هي كاميرات ذات جودة عالية ودقة عالية جدا. الكاميرا اللي احنا استخدمناها بوقتها هي هذه اللي تشوفوها امامكم، هي كاميرا ألمانية الصنع، صنعتها شركة Allied Vision. الكاميرا الموديل مالتها اسمها مانتا، هذا هنا أنا. الكاميرا هي هذا الجزء فقط، خليني افتحها حتى اراوي لكم اياها افضل. هذه هي الكاميرا، هي فقط هذا الجزء اللي تشوفوه امامكم، هذا الجزء الصغير. والكاميرا هذه مثل ما تشوفون ما بيها اي مكان تقدر انه تاخذ الصوره من عنده، انا اقصد ماكو اي زر تضغطه حتى تاخذ الصوره. طيب شلون ناخذ الصوره؟ راح نشرحها هسه حاليا. هذه الكاميرا اذا تشوفون هنا هذا هو السنسر اللي موجود بداخلها، ريزولوشن مال هاي الكاميرا تقريبا 10 ميجا بكسل. الكاميرا هذه بيها 2 بورتس من الخلف، واحد من عندهم هذا الدائري، هذا هو للباور، من خلاله تقدر توصل الطاقة للكاميرا، والثاني هذا هو لان كيبل، تضع به لان كيبل هنا. هو اللان كيبل هذا يتوصل بالكمبيوتر، واللي من خلاله تقدر تنقل البيانات، تنقل الديتا من هذه الكاميرا إلى الكمبيوتر، وتعطي أوامر التصوير. أوامر التصوير نعطيها من الكمبيوتر من خلال سوفتوير نستخدمه لهذا الغرض. فأوامر التصوير تعطيها من خلال أيضا هذا الكيبل اللي تكلمنا عنه، هذا رقم واحد. رقم اثنين نحتاج هذه العدسة. العدسة هذه اللي نستخدمها، هذه العدسة هي 8.5 ملم، وهي صناعة يابانية، ومثل ما تشوفوها هنا هي وايد انجل. الناس اللي يستخدمون تصوير يعرفون هاي المسألة، الوايد انجل معناها انه ممكن انه تشوف اكبر قدر ممكن من الجسم اللي محتاجين احنا انه نصوره. خلينا نرجع نربطهم مرة ثانية. هذول الثنين يشتغلون سوى الكاميرا والعدسة مالتها، وقلنا طبعا احنا نحتاج 2 كيبلز وياها، فهذا اول شيء نحتاجه. طيب الشيء الثاني اللي ممكن نحتاجه هو الترايبود، هو ستاند اللي جماعة يسموه يعني، بس هو ما بأمريكا يسموه ترايبود لأنه هو ثلاثي الأرجل. فالترايبود هو هذا اللي تشوفوه أمامكم هنا. الترايبود اللي أنا دا أستخدمه، طبعا أكو أنواع هواية من عنده، اللي استخدمناه إحنا هو ترايبود ثقيل، ثقيل الوزن ومعدنة حديد. وهو الغاية من هذا الموضوع شنو؟ الغاية من عنده أنه انت تستعمل الكاميرا حتى تقيس الحركه النسبيه للبيم اثناء ما تسلط عليه اللود او الوول او الكولوم او وات ايفر، يعني الجهاز او عفوا السبيسمن اللي حضرتك تفحصه.
فأنت تقيس الحركة النسبية. إذا تقيس الحركة النسبية الكاميرا مالتك لازم تكون ثابتة ما بيها أي حركة. فلذلك إذا صارت أي حركة أثناء الفحص، واحد طخ مثلا هذا الترايبود، راح تتحرك الكاميرا، وبالتالي البيانات اللي أنت راح تحصلها راح تكون بيانات مشوشة نوعا ما، وهذا راح يأثر على القياسات اللي أنت تأخذها. فعلى الأساس هذا نحتاج نأخذ ترايبود ثقيل نوعا ما حتى يكون ثابت بمكانه ما يتحرك بسهولة. فأخذنا هذا الترايبود، أيضا استعملنا هذا البار اللي تشوفوه أمامكم. ليش نستعمل هذا البار؟ لأنه إحنا كنا نحط كاميرتين، فكنا نحط كاميرا هنا وكاميرا ثانية هنا. هاي الكاميرا تيجي تركب تثبت هنا بهذا المكان. أوكي؟ طيب ليش نحتاج كاميرتين؟ ليش ما نستعمل كاميرا واحدة؟ حتى نجاوب هذا السؤال راح نقول إنه هذا جواب السؤال يعتمد على الطريقة اللي أنت تريد تحلل بها. هل أنت تريد تحلل in two dimensional or three dimensional؟ إذا تسوي two dimensional analysis فأنت تحتاج إلى كاميرا واحدة فقط. أما إذا تريد تسوي three dimensional analysis فتحتاج إلى كاميرتين. أوكي؟ فلذلك نحتاج هذا البار اللي تكلمنا عنه. نحتاج بعد مصدر الإضاءة. أنا عندي هذا مصدر الإضاءة اللي استخدمته، مصدر إضاءة صناعي مو طبيعي، عبارة عن LED lights وبيم من الجوانب، من جانب مالته هذا هنا فد يعني سنسر أقدر أتحكم به حتى أزيد وأقلل من شدة الإضاءة. زين، ليش نحتاج مصدر الإضاءة؟ ليش ما نستعمل الإضاءة الطبيعية مثلا؟ تقدر تستعمل الإضاءة الطبيعية، لكن المشكلة وين؟ المشكلة إنه وقت الفحص طويل. أنت تحتاج الإضاءة الصناعية لسببين. يعني سبب يتعلق بوقت الفحص، وهو أنه مثلا أنا اللي سويته، أنا أقصر فحص سويته خلال 50 دقيقة، وأطول فحص كان عندي بحدود 5 ساعات بشوية. فخلال هالفترة هذه تحتاج أنت أنه شدة الإضاءة ما تتغير، لأنه إذا كان الوقت طويل أنت موجود داخل المختبر، عندك طبعا شبابيك تدخل لك الإضاءة الطبيعية، فالشمس راح تتحرك خلال فترة ساعة أو ساعتين 3 ساعات، وبالتالي راح تتغير طبيعة الإضاءة وشدتها المسلطة على المكان اللي أنت تريد تقيسه للنموذج مالتك. لذلك تحتاج إلى مصدر أنت تتحكم بكمية الإضاءة اللي سلطها. هاي رقم واحد. رقم اثنين، أنت تحتاج أنه شدة الإضاءة تكون متوزعة بالتساوي على البيم مالتك أو على الكولوم مالتك أو يعني الجزء الجسم اللي تحتاج أنه تقيس أنت التغيرات اللي تصير به من ناحية السترين ومن ناحية الديسبليسمنت، النموذج خلينا نسميه. فتحتاج شدة إضاءة ثابتة وموزعة بصورة متكافئة على كل المكان اللي أنت تريد تقيس التغيرات اللي راح تصير به، اللي يسموها area of interest أو region of interest يسموها. فخلال هذا region of interest لازم توزيع الضوء يكون متساوي عليها كلها، ما مسلط بشدة على مكان وضعيف من مكان آخر. لذلك تحتاج إلى واحد أو اثنين من هذني تقدر أنه تتحكم بشدة الإضاءة من خلالهم. واستعملنا أيضا شيء آخر، استعملنا ما أعرف إذا ممكن أنه يبين بس خلينا نحاول، ذراع. هذا الذراع خلي أفتحه حتى أراويكم إياه. هذا الذراع، هذا من جهة ركبنا على الترايبود، ومن الجهة الثانية كان يمسك مشكلة هذا من الجهة الثانية كان يمسك بالمصدر الإضاءة مالتنا. هل هذا شيء ضروري؟ لا، هذا مو شيء ضروري، هذا شيء ممكن أنه تستغني عنه بأشياء ثانية، أشكال برنامج يعني. هل أنه تحتاج مثلا إلى هذا المصدر من الإضاءة اللي أنا رويت لكم إياه له نوعية ثانية؟ لا مو شرط، أي مصدر أنت تقدر تحصله ممكن أنه يفيدك. فهذا بما يخص المواد اللي إحنا استخدمناها في فحوصاتنا السابقة. طيب هسه نجي نتكلم عن الأسعار. إيش قد الأسعار المتوقعة لهذا الموضوع؟ هاي الكاميرا هي والعدسة اللي وياها كلفتها تقريبا 5000 دولار. هاني إذا أتكلم عن الأسعار، هاي الكاميرا تم شرائها من شركة داخل الولايات المتحدة، و يعني التوصيل كان مجاني وقتها ما ينحسب التوصيل. المهم تم شرائها في داخل الولايات المتحدة، وعملية الشراء تمت في نهاية سنة 2018 بداية سنة 2019. فهاي أسعار مال ذاك الوقت، هسه ممكن أنها تكون قد تغيرت الأسعار. كاميرا الوحدة بحدود 5000 دولار. هل أنه يعني أحتاج أنه هاي الكاميرا بالضبط؟ هسه راح نجي لهذا الموضوع إن شاء الله.
الترايبود هذا اللي تشوفوا امامكم سعره بحدود ال $400. يعني مصدر الإضاءة طبعا يتغير سعره حسب الشركة المجهزة. البار هذا تقريبا $160، يعني أسعار شوية تعتبر غالية خصوصا لبيئة الشرق الأوسط، بالتأكيد هذه أسعار راح تكون غالية. هل هنالك بدائل لهذا الموضوع؟ بالتأكيد أكو بدائل لهذا الموضوع. أول شيء نخليه بنظر الاعتبار هو الكاميرا، اللي هي أكثر شيء ممكن يكلفك بهاي المسألة كلها. إذا أنت مثلا ما تحتاج أنه تسوي 3 dimensional analysis، شو سوي بال 3 dimensional analysis؟ تريد تسوي 2 dimensional، فتاخذ لك كاميرا واحدة بدل من أنه تاخذ كاميرتين، وراح تشوف أنه الكلفة نزلت تقريبا ل 50 أو 45% من القيمة الكلية. زين، هل شرط أنه أنا أستعمل إلا هاي الكاميرا الاندستريال كاميرا اللي راود لكم إياها هسه؟ لا، مو بالضرورة. أكو نوع ثاني من الكاميرات يسموه DSLR cameras، أيضا راح أترك الرابط لوحدة من عندهن في صندوق الوصف. DSLR كاميرا هي كاميرات صنعتها شركة كانون، شركة نيكون اليابانية، وهاي الكاميرات تجي بجودة مقبولة نسبيا، يعني جودة عالية بالحقيقة، يعني 18 ميجا بيكسل حتى 22 ميجا بيكسل أعتقد وصلت، 21 أو 22 ميجا بيكسل. في واحد من البحوث اللي قريتهم استعملوا كاميرا يسموها ريبل T2i، هاي سنة 2015، استعملوا هذا النوع من الكاميرات واستعملوا إياها عدسة أعتقد 18 ملليمتر، وقدروا أنه يحصلون نتائج ممتازة. يعني سووا بيبر وقدموها وقبلت هذه البيبر بناء على النتائج اللي هم حصلوها. الآن أعتقد شركة كانون، إحنا نتكلم عن كاميرا نوع كانون، فشركة كانون أعتقد وصلت لحد T8 بموديل هذه السلسلة. طبعا هاي السلسلة اللي نتكلم عنها من الكاميرات هي صح DSLR كاميرات، بس هي مو الكاميرات الأكثر احترافية. أكو كاميرات محترفة جدا عند كانون سعرها $3000 فقط الكاميرا، ما أتكلم عن العدسة، لكن هذه اللي أتكلم لك عنها هي سعرها تقريبا ممكن تحصل يعني $500. العدسة تأخذ لك عدسة نوعية زينة اللي ممكن أنه يكون ريزوليوشن مالتها عالي جدا وشارب، صورة مالتها تكون شارب حادة. هذه ممكن تكلفك أيضا من $500 إلى $800 حسب المكان اللي أنت تشتري به، حسب جودة العدسة والكاميرا، حسب هل أنه ظروف هاي الكاميرا شنو، هل هي كاميرا جديدة، هل هي كاميرا مستعملة، هاي كلها تلعب دور في السعر اللي دنا نتكلم عنه. الترايبود بالتأكيد أكو حلول كثيرة للترايبود، ايضا ممكن توفر لك يعني جوده مقبول بها وسعر يعني ايضا يعني مناسب. خلينا نقول راح نشوف انه الكلفه ممكن انه تنزل نزول عالي حسب انت شنو تريد تسوي، مدى جوده البيانات اللي تريد تحصلها، واذا قدرت تحصل جوده بيانات ممتازه من خلال حلول رخيصه جودت، لا تروح ويا الحلول الاغلى بالتاكيد. يعني هاي نصيحتي لاي واحد. أتمنى أنه تكون جامعاتنا هي اللي تأخذ المبادرة وتقدر توفر هذه اللي سميناها الهاردويرز للطلاب حتى يقدرون أنه يسوون بحوث عنها أكثر ويقدرون يستعملوها يدخلوها ببحوثهم بصورة أكبر، وممكن أنه يحصلون منها بيانات كثيرة وينشون عنها بيبرات بالتأكيد راح تزيد من الرانك للجامعات مالتنا. أتمنى بشدة على جامعاتنا، على أساتذتنا اللي يشوفون هذا الفيديو، أنه يحثون إدارات الجامعات على الاستثمار أكثر في مجال التجهيزات المختبرية اللي يوفروها للطلاب، حتى هي بعدين راح يعود بمردود علمي على الجامعة نفسها. لما هذول الطلاب راح ينشرون بحوثهم وهم طلاب بهذه الجامعة، بالتأكيد هذا راح يرفع من الرانك من تصنيف الجامعة نفسها، وهذا عائد مهم جدا. يعني نتمنى أنه أساتذتنا وطلابنا وجامعاتنا بإدارتها أنه يعيروا أكبر مجال من الأهمية. هذا ما كان عندي لكم لهذا اليوم بخصوص الهاردوير اللي نقدر نستعمله ويا الدي اي سي. إن شاء الله الفيديو القادم راح نتكلم به عن السوفتوير، وراح أتكلم بالذات عن السوفتوير اللي أنا استخدمته. أكو أكثر من سوفتوير للدي اي سي، بس أنا راح أتكلم أيضا من خلال تجربتي الشخصية. أتمنى أنه هذه المعلومات فادتكم، ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم. مع السلامة.